الزمن داك طبعا كان كنت تعبان شديد مضافات مرة معي سوا حتى سنة ولادة الناس كله خايفين يقول عزيزة دي صغيرة حمل زلال سيء معقول بعملوا عملية والبلد يلد عادي وكده خلاص أنا خايف يعني أنا قلت يمكن أنا هموت مجانا خليه يقرأ مدرسة لأن شهر المشينا فوق ده شهر خاصة بطال شديد يعني تعب كتير زول ما قرأ مدرسة ما كويس كله زول يتم مدرسة مرة واحد بعد ذا فكر في الزواج.